الحقيقه زي ما كابتن هاني قال، قناه النادي الاهلي بتفوز بلقب افضل قناه رياضيه في 2020. يمكن ده افضل خبر في 2020 ان شاء الله بعد حصولنا على البطوله الافريقيه باذن الله تعالى. وعايزه اقول لكم ان احنا النهارده يمكن سعداء جدا بالجائزه دي. ليه؟ لان احنا النهارده في وقت قليل جدا اللي كان صاحب الفضل ده بعد ربنا في الاول وفي الاخر انتوا مشاهدينا في كل مكان. انا عارفه ان القناه بتحوز يعني نسبه مشاهداتها عاليه الحمد لله، خاصه بعد التطوير. وانا مش بقول ان احنا بنقدم الافضل، انا دايما اقول يا رب نكون عند حسن ظن الناس. حتى دي اغلب تعليقاتي مع الناس اللي بتبعت لي، دايما اقول يا رب نكون دايما عند حسن ظنكم. فدايما بنوعدكم ان الافضل هتشوفوه معانا.